السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حاجة يا جماعة حابب أكلمكم عنها. تعالي بس كده، كنت قاعد مع واحد صاحبي، استني، كنت قاعد مع واحد صاحبي، فالمهم إيه، استني بس هنقول كلمتين مهمين والله. كنت قاعد مع واحد صاحبي يا جماعة، فالمهم وربنا رزقه بكام واد كده، فقعد بقى إيه، جه الكلام أو الحديث عن الخلفة وكده يعني، فقعد يقول لي انا وانا والاولاد، وش الاولاد ده، خلفة الولاد نعمة ومش خلفة الولاد نعمة، والبنات دي يا عم ده يعني تقريبا يعني فيما معناه النهار وكده يعني. فسبحان الله يعني، فمش عارف العقول المتخلفة ديت يعني، اللي لسه بتقول لك ان الولد افضل من البنت والكلام الواطي دوت. فالمهم هو يعني هو مش صاحبي قوي يعني، ف يعني يعني معرفة كده يعني. المهم فبيسألني بقى، بيقول لي انت ولادك بقى اسمهم ايه وكده يعني. قلت له انا عندي ملوكة، وعندي جنونة اللي هي فوق رقبتي ديت، وعندي حور حور اسمه حورة. قال لي ده عندك 3 بنات. فلقيته اتكسف قوي يعني. انت بس انا عايز اقول له، يا نطع يا نطع، البنات والاولاد الاثنين نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، ويهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء الاناث. فاصحاب العقول المريضة اللي هي لسه بتفكر التفكير ده، حابب ارد عليكم واقول لكم، شايفين اللي فوق رقبتي ديت اهو، دي تكرهك اصلا في خلفة البنات. ولد فوق كتفه يعني. بص يا جدعان، فككم من الكلام العبيط ده، احنا في القرد ال 32 ولسه بنفكر بالعقلية ديت. حرام عليكم، ده البنت مفيش أحن منها، البنت مفيش أحن منها ولا أطيب منها، والولد برضو ظهره وسام مفيش مشكلة، والبنت برضو يا جماعة ظهره أكف فوق ظهرك، شايفين يا جماعة؟ فالناس يا جماعة اللي بتفكر بالكلام ده أو في الكلام ده يا جماعة، ترحمنا شوية، ترحمنا شوية، لأن سبحان الله يعني كل حاجة بيد ربنا سبحانه وتعالى. أنت ممكن تخلف واد بص يكبر يعني يعمل معاك الجلاشة، وتخلف بنت او كام بنت كده، هم اللي يبقوا ظهرك وسندك وحبايبك وكل حاجه حلوه في حياتك. فبلاش يا جدعان، بلاش التفكير بالطريقه ديت، لان الحاجات ديت اصلا مش بتاعتنا، ده اولا. ثانيا الاتنين واحد والله العظيم، وفي العصر اللي احنا فيه دلوقتي ده شباب، احنا بنشوف ولاد اصلا يعني عايزين الحرق، وبنات برضو عايزين الحرق يا جماعه، فهم الاتنين واحد يعني، ماشي. طب في اخر الفيديو يا جنة، انا قلت نعمل فيديو كده محترم، فطلعت الفيديو بالشكل ده. في اخر الفيديو تحب تقول الحاجة للناس؟ شايفين يا جماعة؟ ولا خلفة تحب تقول اي حاجة للناس؟ اعملوا لايك واشتركوا في كده، دين 1000 لايك. اعملوا لايك باي واشتراك. باي. باي باي. لا طب بتعملي بشعرك كده ليه طيب؟ يا بنت الكابشن يا جدعان، خلفة الولاد أحسن من خلفة البنات. بس بقى خلاص خلاص خلاص، كسرت النضارة، وأنا ما شايفين حمار ولا إيه؟ كسرت النضارة خلاص. أوعي أوعي، فين ده إيه؟ يخرب بيت أم دخلت في عينيا. مفيش أجمل إن أنت تصاحب عيالك يعني، أو تبقى عيل معاهم. إن شاء الله يا جماعة بكرة هعمل لكم طلاب. لا لا، نقول حاجة للطلاب يعني، احتمال اعمل بس مباشر دلوقتي اشرح فيه او راجع فيه على المنطق، ماشي، بالنسبة للصف الثاني الثانوي، او لو ما قدرتش بسبب جنونة اللي هو فوق دماغي ديت، هعمل لكم البث المباشر ده بكرة، نعمل لكم مراجعات حلوة جدا جدا جدا، بس ربنا يكرم كده وظهري يبقى حلو يعني، عشان انا شكلي هيطلع لي اتب. ايه بصوا ايه بصوا ايه بقى بصوا ايه بقى، اوعي 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 بقى، عشان خفت. باي باي يا بنت اللذينة، والله النضارة اتحولت. باي باي يا جماعة. واه البنت زي الولد، ما تفضلوش تفشخروا يا عم، ما بحبش حد يتفشخر يعني. اعملوا لايك، يلا باي، قولوا لهم باي 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 باي. خلاص بقى، ده الناس هتمل مننا. اوعي، يلا سلام. ترجمة
ولد بنت ولد بنت ولد، هما اتنين يا عم من عند ربنا سبحانه. باي. هو يخرب. باي يا جماعة باي. عايز تقول حاجة يا ملوكة؟ مش عايز تصوري. أقول مش عايز لك تصوري؟ اعملوا كده. باي.